هذا يدل على ما فعله الحكام الظالمون. هنالك وفدان تحركا لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه في خراسان. الوفد الأول وفد من العائلة العلوية عن طريق شيراز إلى خراسان. هذا الوفد ضم الألوف كما يقول المؤرخون من العائلة الهاشمية. الوفد الأول المأمون بعث إلى حاكمه أن يمنع هذا الوفد، لأنه أهل البيت صلوات الله عليهم الحكام ما كانوا يتحملون حتى وجودهم. الحاكم إجا وطارد هذه القافلة وفرق هذه القافلة، وكان في هذه القافلة 3 من إخوة السيدة المعصومة: محمد وأحمد وحسين. هؤلاء اضطروا إلى التخفي وتبديل ملابسهم ودخلوا مدينة شيراز متخفين، وذهبوا إلى بعض البيوت واختفوا فيها. بعد فترة الحكومة عرفت محل أحمد ابن الإمام الكاظم وبعثت جيشا لقتله. هو قاتلهم أيضا، وبين فترة وأخرى كان يدخل الدار ليستريح ثم يخرج لمقاتلته. فنقبوا عليه جدار البيت، جاءوه من بيت الجيران وهجموا عليه وقتلوه في نفس هذا المكان الذي تجدون مرقده في شيراز، الذي يقال له شاه چراغ. شاه چراغ أحمد بن كاظمي اعتق 1000 سيد الأعاظم.